اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز لمتابعه كافه التطورات. نبدا مع حضراتكم من المبادره الرئاسيه حياه كريمه. انا انسان عايش احلامه وما فيش حاجه تقف قدامه، مش شايف انا في الدنيا دي قدي، واخد كل حياتي تحدي. العالم ده مش قد طموحه، لو حلمه فوق في السما هيروح، واثق في دماغي وفي دراعي، ثابت في هجومي وفي دفاعي. انا مصري طموح، والصعب في حلمه بقى مسموح. انا حلمي كبير، من قبل ما يمشي كان بيطير. ان الاحلام لا تسقط بالتقادم، فاليوم اؤكد لكم ان الايمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل. وعشان انا واحد من ملايين، لما عمرنا تعيش لسنين، هنشق طريقنا مع بعضينا، لمتنا هي اللي تحمينا. طول ما في حد في كتف سندني، طول ما في ناس همها تسعدني، انا عمري ما خاف واستسلم. عمري قوتي ناس بتأمن ظهري. انا مصري طموح، والصعب في حلمه بقى مسموح. انا حلمي كبير، من قبل ما يمشي كان بيطير. جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته. لم تعد فقط المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل ما يطلبونه وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية، حتى أصبحت المبادرة الرئاسية أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهما أظهرته التحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين وتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة. حياة كريمة مبادرة أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجا وخاصة في القرى. يعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. We'll be right back.
قدرت أو إحنا قدرنا إن إحنا نحسن حياة الناس، نعينهم على دنياهم، يعني إحنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة أوي. جي ربنا قال لي طيب أنا هخلي معاك أكتر من الفلوس، أنا هخلي معاك البركة، وريني هتعمل إيه في بلدك وهتعمل إيه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح أحوال صحيح. يا رب أكون أقدر أو نقدر مع بعض إن شاء الله. مش أنتوا أمنتوني عليها؟ مش أنتوا أمنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الأمانة. رئيسنا قالها، رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. أنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله، بثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة. تقوم مبادرة حياة كريمة على عدة محاور، من بينها توفير سكن كريم من خلال رفع كفاءة منازل وبناء أسقف وبناء مجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجاً، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل، أيضاً بنية تحتية من خلال مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى. وكذلك من محاور حياة كريمة تقديم خدمات طبية من خلال بناء مستشفيات ووحدات صحية وبتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وإطلاق قوافل طبية تقدم من خلالها خدمات صحية من أجهزة تعويضية مثل سماعات، نظارات، كراسي متحركة، عكازات وغيرها. أيضا خدمات تعليمية من خلال بناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، كذلك إنشاء فصول محو الأمية. من محاور حياة كريمة أيضا التمكين الاقتصادي، التدريب، التشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ومجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل. هناك أيضا تدخلات اجتماعية وتنمية إنسانية، وتدخلات اجتماعية تشمل بناء وتأهيل الإنسان، وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الهمم وكبار السن. يمثل هذا المشروع، مشروع حياة كريمة، والذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث، يمثل نقلة حضارية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، ويؤسس الواقع الجديد للريف المصري عنوانه التنمية. Thank you.
عايز ابكي لوحدي اتحدى انا اي حد يحب انا في الكون ده قدي هنحب مين غيرها مصر اللي عايشين من كرها ولا حد غيرنا افتكرها شايله في همومنا على كرها بلدي بصحيح كتر خيرها وبهذا مشاهدينا الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. على رأس الساعة تلتقون مع زميلي هشام عبد التواب في تغطية جديدة على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.